عشتك عش حره او ملك الاشجار. هو باسل الاعرج ابن فلسطين ثلاثيني درس صيدلة، كان مقاوم بالفكر بالاخلاق بالعمل على الارض، مثقف مشتبك. تعبير المثقف المشتبك هو تعبير أعاد تخليقه باسل الأعرج، اللي هي فكرة أنه المثقف هذا اللي ما بيكون بعيد عن شعبه. كان على فكرة مفتون بالشهداء، انقتل مسؤول الصلاة تبعه، بعدين قتل هو. تكتيكين هالشباب مهندسين. بس الأوقف أول مرة تحت مجموعة تهم أنه هو عم بيحضر هو مجموعة من الشباب الفلسطينيين عملية استشهادية بالضفة الغربية. بعد إيقافه من السلطة أضرب عن الطعام، طلع بقرار قضائي، لأنه هاي المرة المخابرات الصهيونية طلبته أو الجيش الصهيوني طلبه. هون الشباب الباقيين اللي معه تم القبض عليهم، أما باسل فقرر أنه أنا ما بدي. لما قرر أنه ما بدي يخدوني كان عارف تماماً هو وين رايح، واللي بيقرأ وصيته بينتبه أنه باسل كان فاهم وين رايح. تحية العروبة والوطن والتحرير. أما بعد، إن كنت تقرأ هذا فهذا يعني أني قد مت وقد صعدت الروح إلى خالقها. طبعاً بطبيعة الأحوال تفاصيل ما حدا عنده، إلا أنه هو غاب اختفى. طبعاً اختفاء باسل أدى فيه لأنه يصير ملاحق أكتر. طبعاً الصهاينة بيمتلكوا أكيد مجموعة من العملاء، قدروا وبسرعة وبسهولة أنه يحصلوا على معلومات عن تواجده بمخيم بقدورة برام الله. قاومهم لمدة ساعتين كاملين، ورغم أنه على فكرة بيمتلك بارودتين. بتعرف شو يعني أنك تقاوم ثلاث وحدات من الجيش الصهيوني، من وحدات النخبة بجيش الاحتلال الصهيوني؟ هذا إنجاز كتير كبير لشاب غير مدرب. هنا في هذا المكان كانت نهاية رجل شجاع. أعاد باسل رسم خريطة النضال، رافضا تصويب البوصلة إلى السلطة، معتبرا أن مواجهة الصهيوني أولوية. كتير ناس حيرجعوا يعتبروا أنه تجربة باسل هاي هي التجربة تبعيتي، هذا هو المكان اللي أنا لازم أكون فيه، أنا كمثقف لازم أكون مستنسق عن باسل، عن غسان كنفاني. كان يضل يقول جملة: ما تتعودوا على الصهيوني، ما تتعودوا أبدا على الصهيوني، اعملوا مثل أهل غزة، بس يشوف الصهيوني بركض يفتش على حجر عشان يرجمهم فيه. أول الشهداء لا آخرهم، وقود الثورة وفكرها باسل الأعرج.